بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنائي وبناتي طلبه الصف الاول الثانوي اهلا بكم ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل الاختبار رقم 2 على الفصل الثاني تابع تركيب الخليه موجود معانا صفحه 215 كتاب الامتحان طابعه 2022 يلا بينا على بركه الله اول سؤال مع بعض الشكل المقابل يمثل ثلاث انواع من الخلايا الحيه ادرسوا ثم اجيب نبص كده على الشكل هنا طبعا بيقول هنا ده عباره عن ثلاث خلايا حيه عندنا الخليه اللي هي رقم الف دي بتحتوي على جسم مركزي وسنتروسوم سنتروسوم وفيها كمان الدي ان اي وميتوكوندريا وغشاء بلازم وسيتوبلازم وريبوسومات الخليه رقم ب بتحتوي على بلاستيدات خضراء فيها غدار خلوي فيها دي ان اي وميتوكوندريا وغشاء بلازم وسيتوبلازم وريبوسومات المهم هنا هو عاوز ايه بيقول هنا بيسالنا على مين بيسالنا على الخليه اللي هي رقم ج تمثل خليه ايه يا ترى يا ترى حيوانيه ولا نباتيه ولا فطر ولا طحلب نبص كده على ج ج اهو اللي بيسالنا عليها ايه اللي موجود في ج والله اللي موجود في ج عندنا زي ما احنا شايفين كده دي خليه ج اه عندي فيها جسم مركزي سنتروسوم وعندي فيها الدي ان ايه وعندي فيها ميتوكوندريا فيها غشاء بلازمي فيها لازم فيها ريبوسومات وفيها كمان غدار خلوي طيب طالما دلوقتي فيها اللي هو الجسم المركزي او اللي هو السنتروسوم هل تنفع كده معايا خليه نباتيه او خليه تحلب طبعا لا طالما فيها جسم مركزي او سنتروسوم احنا عارفين طبعا اللي هو الجسم المركزي والسنتروسوم موجود في مين موجود في اللي هي الخلايا ايه موجود في الخلايا الحيوانيه صح ولا لا وفي نفس الوقت لا يوجد فين لا يوجد في الخلايا مين لا يوجد في الخلايا مين النباتيه طيب معنى كده ان احنا دلوقتي الخلايا الحيوانيه الخلايا النباتيه هنبدا نركنها على جنب يبقى ديت ما تنفعش معايا هي ولا مين ولا الطحلب الاثنين كده بالنسبه لي ايه غلط بالنسبه لنا يبقى دلوقتي ركنا حاجتين اللي هي الخلايا النباتيه ومين والطحلب ليه عشان قلنا تاني الجسم المركزي ده موجود فين في الخلايا الحيوانيه طبعا ما عدا مين ما عدا اللي هي الخلايا العصبيه وموجود في بعض الخلايا الفطريات اما الخلايا النباتيه والطحالب ومعظم الفطريات ما عندهاش مين ما عندهاش اللي هو ايه الجسم المركزي طبعا عندها البديل بتاعه اللي هو مين اللي هي منطقه منين من السيتوبلازم هتقوم بنفس ايه العمل بتاعه هيتفضل الحيوانيه ويتفضل الفطر طيب هنيجي للحيوانيه هنا شايف هنا في ايه في اللي هو الجدار الخلوي هنسال نفسنا سؤال هل الخلايا الحيوانيه عندها جدار خلوي طبعا لا وبالتالي كده ركننا دي كمان على جنب هيتفضل لمين هيتفضل اللي هي خلايا مين خلايا اللي هي الفطر لا تستطيع الخلية أ هنبص على الألف كده تاني نشوف فيها طرف إيه؟ الخلية أ الخلية أ زي ما إحنا شايفين قداميها بتحتوي على جسم مركزي اللي هو سنتروسوم فيها الدين إيه فيها ميتوكوندريا فيها غشاء بلازمي فيها سايتوبلازم فيها ريبوسومات يعني ما فيهاش بلسيدات ما خلوي طيب هنا بقول لي هنا يا ترى لا تستطيع تكوين إيه؟ لا تستطيع الخلية أ إنتاج الطاقة ها صح؟ طبعا غلط ليه؟ عشان عندي هنا في ايه؟ في ميتوكوندريا، كنديري. الميتوكوندريا هي مراكز انتاج انتاج الطاقه، فاذا دي ما تنفعش معايا. رقم ب بناء البروتين، تنفع ولا لا؟ لا ما تنفعش، طب ليه؟ ما عندنا في ريبوسومات، الريبوسومات اللي هي مصانع بتاع مين؟ انتاج البروتين، فاذا دي ما تنفعش. رقم ج عندنا القيام بعمليه البناء الضوئي، تنفع ولا لا؟ ايوه هي دي الاجابه عندنا، طب ليه؟ علشان زي ما احنا شايفين كده الخليه الف لا تحتوي على مين على بلاستيدات خضراء طالما ما فيهاش خضراء يعني لا تستطيع القيام بمين بعملية البناء الضوئي رقم د الانقسام الخلوي طب ما احنا عارفين الانقسام الخلوي هيتم عن طريق هو يساعد فيه اللي هو مين وجود مين الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم لان ده بيعمل على سحب اللي هو كروموسومات تجاه قطبي الخلية عشان ده بيمتد منه خيوط مين المغزل عن طريق اللي هو يولين، صح ولا لأ؟ وبالتالي ده كمان ما ينفعش معايا يبقى كده الاجابه رقم مين رقم ج الخليه ب قد تكون خليه من خلايا هنبص على ب كده ب اللي موجود فيها ب اللي موجود فيها زي ما احنا شايفين كده فيها دي ان ايه ميتوكوندريا غشاء بلازمي سيتوبلازم ريبوسومات جدار خلوي وبلاستيدات خضراء طيب تعالى بقى نشوف الاختيارات كده عندنا هنا رقم ا بيقول لي بتلة زهرة ملونة ملونة ده هنا بيقول لي في الشكل بلاستيدات بلسدات ايه خضراء هنا ماليش ملونه وبالتالي ما تنفعش معايا رقم ب جذر نبات البطاطا طب ما احنا عارفين البطاطا بتحتوي على مين على اللي هي عديمه اللون اللي هي البيضاء عشان بتخزن النشا وبالتالي دي ما تنفعش معايا رقم ج جذر نبات الليفت طب ما احنا عارفين نبات الليفت بيحتوي على بلاستيدات ايه ملونه بردك ما ينفعش معايا رقم اللي عندنا اللي هو ورقة نبات الفول ايه رأيكم تنفع معايا ولا لا ايوه تنفع يبقى دي الاجابة ليه احنا عارفين طبعا نبات الفول الورقة بتاعته لونها ايه لونها اخضر وهنا في السؤال قال لي ايه بلاستدات لونها ايه خضراء واحنا عارفين عارفين ان البلاستدات الخضراء بتقوم بعمليه مين؟ البناء الضوئي لانها بتحتوي على صبغ مين؟ الكلوروفيل اللي هو بيحول الطاقه الضوئيه بتاعت الشمس الى طاقه ايه؟ كيميائيه، وبالتالي الاجابه رقم دال. الشكل المقابل يمثل عدد اجسام جولجي في خليتين س وص س س وص في جسم الانسان، هما الاتنين في جسم الانسان. وقد تختلف الخليه س عن الخليه ص في ايه ترى؟ عندي هنا الخليه عندنا هنا عدد اقسام جولجي لعدد طبعا مختلف زي ما احنا شايفين س فيها كتير هنا ص فيها قليل فبقول لي هنا الاختلاف يا ترى يكون فين في تركيب الغشاء البلازمي هل الغشاء البلازمي هيختلف من خليه لخليه تانية جوه جسم الانسان طبعا لا رقم ب عندنا عدد النويات ايه رايكم تنفع معايا ايوه تنفع معايا دي الاجابه طب ليه ما دلوقتي عندي هنا الخليتين هنا مختلفين في مين في اللي هي اقسام مين جولجي واحنا عارفين ان اجسام جولجي بتقصر فين؟ بتقصر في اللي هي الخلايا الغدية صح ولا لا؟ الخلايا الافرازية وبيسموها الخلايا مين؟ اللي هي الغدية معنى كده ان هي خلايا غدية واحنا عارفين برضك اللي هي عدد اللي هي النويات اللي هي موجودة داخل النواة بتقصر ممكن تحتوي اللي هي النواة على اكتر من نوية الكلام ده في مين؟ في الخلايا اللي هي المختصة بتكوين وافراز ايه؟ المواد مين البروتينيه اللي هي الخلايا الغديه يعني زي الانزيمات او الهرمونات وبالتالي تمشي معايا. طب رقم جيم عندنا وجود السنتروسوم اللي هو الجسم المركزي لا ملوش علاقه. وجود الميتوكوندريا لا برضه ما يمشيش معايا الافضل عندنا مين اللي هي رقم ايه؟ رقم ب. يبقى افضل عندنا اجابه عندنا هنا اللي هي رقم مين؟ رقم ب. <applause> <applause> هرمون الاستروجين من الاستيرو ديدات ويتم تخليقه بواسطة آل منين تبع مين؟ الإستيروديدات يعني تبع الليبيدات، يا ترى مين اللي هيخلق الليبيدات؟ أول حاجة عندنا الميتوكوندريا تنفع؟ ده ديت مراكز انطلاق الطاقة في الخلية ما تنفعش، رقم ب الشبكة الإندوبلازمية الملساء، طب دي مهمتها إيه؟ والله المهمة بتاعتها أول حاجة تخليق الليبيدات في الخلية، فإذا كده بالنسبة لنا صح، طبعا لها مهام تانية زي مثلا اللي هي تحويل سكر جلوكوز الى و والحاجه الثالثه كمان بتعدل اللي هي طبيعه سميه مين بعض ايه بعض المواد عشان تقلل السميه بتاعتها طب رقم جيم عندنا الشبكه الاندوبلازميه الخشنه طب الخشنه ايه اللي موجودة على السطح بتاعها من بره الريبوسومات طب الريبوسومات بتعمل ايه ده بتخلق البروتين وبتعمل عمليه تعديلات على مين على البروتين ده علشان تخلق منه اللي هي مين اللي هي الانزيمات والهرمونات هل لها علاقه بالكلام ده هل لها علاقه بالليبيدات لا ملاش علاقه ما تنفعش رقم د الريبوسومات الريبوسومات اللي هي مصانع انتاج مين البروتين ما تنفعش معايا فكده الاجابه رقم مين رقم ب اذا علمت ان جسم الانسان يحتوي على عضو الطحال المسؤول عن التخلص من خلايا الدم الحمراء المسنة أي العضيات التالية تتوقع وجوده بكسرة داخل خلايا وبيكلمنا على مين؟ بيكلمني هنا يا ترى الطحال هيكون بيحتوي على ايه من الحاجات ديت اه علشان يتم التخلص من خلايا الدم الايه الحمراء خلايا الدم الحمراء ديت هناخدها ان شاء الله السنه الجايه بيحصل لها عمليه تكسير داخل الكبد او داخل الطحال او داخل نخاع العظام العمر بتاعها بيكون قصير جدا حوالي ما بيزيدش عن اربع شهور ولما بتبدا تتكسر بيبدا الجسم يستفيد من اللي هي الماده البروتينيه بتاعتها علشان يصنع حاجه اسمها الصفرة. الصفرة ديت هيبدا الجسم يستفيد منها في تحويل اللي هي او في هضم مين اللي هي مواد ايه الدهنيه طيب دلوقتي هنا بيقول لي رقم الف الليسوسومات الليسوسومات تنفع معايا ولا لا احنا عارفين ان الليسوسومات زي ما احنا عارفين بتحتوي على مين على اللي هي الانزيمات اللي هي الليسوسوميه والانزيمات ديت هتبدا تهضم اللي هي بعض اللي هي المواد اللي هي الجسم مش محتاجها زي اللي هي الخلايا والعضيات اللي هي متهالكه وايه والمسنه اللي ما عادش ليها فايده بالنسبه للجسم وبالتالي هنا هيخسر وجودها فين في الطحال في دي اجابه صح عندنا طب رقم ب الشبكه الاندوبلازميه الملساء طب الملساء احنا عارفين وظائفها ايه والله تخليق اللي هي اللي الحاجة التانية بتحول الجلوكوز إلى إيه الجليكوجين، الحاجة الثالثة بتقلل سمية المواد دي يعني ملهاش علاقة بالموضوع بتاعنا، رقم ج ميتوكوندريا ديت إيه اللي هي مصانع انتاج الطاقه مالهاش علاقه سنتروسوم رسوم زي ما احنا عارفين طبعا ده بسميه اللي هو جسم مركزي وطبعا ده بيساعد في عمليه مين انقسام ايه الخليه عن طريق اللي هو بيكون مين خيوط ايه خيوط المغزل فاذا ده كمان ملوش علاقه فكده الاجابه رقم مين رقم الف في الشكل المقابل اي من التراكيب التاليه يكسب الخليه الدعامه التي تساعدها في الحفاظ على شكلها وقوامها طبعا عندي هنا مجموعه البيانات طبعا ديت اللي هو عباره عن مين عباره عن غشاء الخليه وبسميه الغشاء البلازمي عندي هنا طبعا اللي هي رقم واحد ديت اللي هي عباره عن مين عباره عن الياف الياف هيكل الخليه رقم اتنين مشاور هنا على اللي هو كوروسترول. رقم تلاته اللي هي طباطين من ايه من الفسفوليبيدات اسفو ليبيدات رقم اربعه دي عباره عن ايه؟ اللي هي البروتينات اللي هي المطموره. طيب حلو قوي. ودلوقتي عاوز ايه؟ عاوز يا ترى مين اللي هيكسب الخليه الدعامه التي تساعدها في الحفاظ على شكلها وقوامها؟ دعامه خلي بالي اه? طيب هل ينفع هنا نختار كوليسترول؟ احنا عارفين الكوليسترول ده مهم بتاعته ايه؟ عارفين طبعا الكوليسترول ده بيدعم مين اللي هي الليبيدات اللي هي مين اللي هي مشتقة وهنا بي بيرتبط مع اللي هو الفيس علشان يخلي اللي هو الغشاء اللي هو ايه متماسك وسليم لان عارفين الغشاء البلازمي تركيب سائل يشبه مين بقعه الزيت لكن في طبقه زيت على على سطح الميه فهو هنا بيدي ايه بيخليها متماسكه مع بعضها وسليم انما هل هنا بيديها دعامه؟ ما ينفعش اختار مين الكوليسترول خلي بالنا وبالتالي هنا نختار مين؟ هنختار اللي هي الياف هيكل الخليه. الياف هيكل مين الخليه اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم واحد عندنا، فنختار رقم أ انما لو كان قال لي هنا بيديها اللي هو بيعمل على ابقاء اللي هو الغشاء متماسك وسليم كنا اخترنا مين اللي هو ايه؟ الكوليسترول. انما هنا زي ما احنا قلنا عاوز هنا حاجه بتديها ايه؟ دعامه، وبالتالي اخترنا مين؟ الياف هيكل الخليه اللي هي رقم واحد. اي العضيات الاتيه اقل تأثرا بالمذيبات غير القطبية مين يا ترى هيكون أقل تأثر بالمذيبات اللي هي الغير قطبية هندور على عضيات غير غشائية غير غشائية والله اللي غير غشائية زي مين زي الريبوسومات اللي هي قدامنا ها؟ أو زي جسم مركز اللي هو سنتروسوم إنما عندنا الليسوسومات أو الميتوكوندريا أو اللي هي أقسام جولجي طبعا دي بسميها عضيات مين غشائية يعني حواليها غشاء حواليها غشاء يعني بتحتوي على طبقات منين من الفسفوليبيدات وبالتالي هنا طالما فيه اللي هي الفوسفوليبيدات معنى كده هيكون اكثر تاثر بايه بالمذوبات مين اللي هي غير القطبيه زي البنزين او ربع كلوريد الكربون انما الاقل تاثر اللي هي العضيات مين الغير غشائيه زي مين زي الريبوسومات الشكل المقابل يمثل خليه بكتيريه يبقى اللي قدام دي عباره عن خليه بكتيريه تعيش في الاوساط السائله كالميه واللبن مستخدمه الاصوات دي اسمها الأصوات اللي هي عن طريق هيتم الحركة بالشكل في الحركة الأصوات المبينة بالشكل في الحركة ادرسه ثم يجب تمام التركيب رقم أ رقم أ اللي هو زي ما احنا شايفين كده عندنا هنا رقم ب وعندنا رقم أ رقم أ اللي هو يمة الداخل يمة الداخل اللي هو الأصفر ده وعند رقم ب اللي هو يمة الخارج يمة الداخل معنى كده ده اللي هو الغشاء البلازمي الغشاء البلازمي ورقم بي اللي هو يا هيكون اللي هو جدار الخلوي طب هنا بيقول لي هنا يعمل اللي هو مين اللي هو الغشاء البلازمي احنا بنتكلم دلوقتي على مين على الغشاء البلازمي بيعمل على تدعيم الخليه البكتيريه هل ده اللي بيعمل على تدعيم الخليه البكتيريه طبعا غلط المفروض اللي بيعمل على تدعيم الخليه البكتيريه اللي هو مين الجدار الخلوي وبالتالي ده غلط يسمح بمرور الميه طيب ماشي والمواد الزائبة خلاله بسهولة هل الغشاء البلازمي يعمل الكلام ده؟ طبعا لا ده بيكلمنا على مين على الجدار الخلوي الكلام ده غلط يعمل على تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية أيوة دي الإجابة الصح يبقى عندنا اللي هو الغشاء البلازمي بيعمل على تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية احنا عارفين طبعا هو بينظم المواد من وإلى الخلية وكمان بيغلف الخلية وكمان بيفصل المحتويات بتاعتها عن مين عن الوسط ايه اللي هي ايه الخارجي عشان يمنع انتشار لازمة خارج مين؟ خارج الخلية. رقم د يوجد فيه الخلايا البكتيرية والنباتية فقط. طب والخلايا الحيوانية راح فين؟ ما موجود فيها كمان وبالتالي دي كمان غلط. كده الإجابة رقم ج. التركيب ب التركيب ب اللي هو مين؟ اللي هو الجدار اللي هو الخلوي. ندور كده لحاجة حاجة تمشي معانا. يعمل على تدعيم الخلية البكتيرية. إيه رأيكم؟ أيوه صح. إحنا عارفين طبعًا اللي هو الجدار الخلوي بيعمل على تدعيم الخلية. وبيكسبها الشكل المحدد بتاعها وكمان بيسمح بمرور الميه والمواد الذائبه خلاله بسهوله. طب رقم ب يسمح بمرور الميه، طب ماشي صح. بيقول ولا يسمح بمرور المواد الذائبه خلاله، طب ليه؟ هيسمح عشان ده غدار مثقب اصلا غلاف مثقب وبالتالي دي غلط. رقم ج يعمل على تنظيم مرور المواد من والى الخليه ده المفروض مين؟ المفروض اللي هو الغشاء البلازمي وليس الجدار الخلوي. كده غلط. رقم د يوجد في جميع الخلايا الحية، هل الجدار الخلوي موجود في جميع الخلايا الحية؟ طبعًا لأ، هو موجود فيها اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي النباتية والطحالب، أما أما الخلايا الحيوانية لا يحتوي على مين؟ على جدار خلوي، إذًا دي كمان غلط، كده الإجابة رقم أ. ماذا يحدث في حالة عدم وجود فجوات داخل الخلايا النباتية؟ إحنا عارفين طبعًا الخلايا النباتية الفجوات بتاعتها بتتجمع في فجوة واحدة بيكون كبيرة أو أكثر. الخلايا طبعا الحيوانيه بيكون حجمها صغير وعددها كتير طب هنا الوظيفه بتاعتها ايه لو احنا فاكرين الوظيفه بتاعتها كانت بتخزن الميه والمواد الغذائيه بس هنا بيقول لي ايه عدم وجودها مش موجوده هنعكس الكلام يبقى اقول له هنا اول حاجه عندي كده اقول له عدم تخزين عدم تخزين الميه والمواد الغذائيه دي اول حاجه كانت الفجوه كمان لها اهميه تانية انها ممكن تخزن الفضلات لحد ما الخليه يتم التخلص منها يبقى الحاجه التانية عدم تخزين اللي هي فضلات الخليه يبقى الحاجه التانية عدم تخزين مين فضلات مين الخليه السنه الجايه ان شاء الله هنعرف بردك ان الفجوات ديت اهو لها دور في حاجه اسمها الخاصيه الاسموزيه الخاصيه الاسموزيه اللي هي كلها اهميه بالنسبه للنبات انها تقدر تمتص الميه يبقى هنا من ضمن برضك الحاجات اللي هتتاثر بها اللي هي النبات عدم امتصاص عدم القدره على امتصاص الميه تفاصيل الكلام ده ان شاء الله علينا السنه الجايه ان شاء الله مشيت ربنا الشكل المقابل يوضح خليتين ا وب ا ايهما له القدره على انتاج اكبر قدر من الطاقه فسر اجابتك عند هنا الخليه ا ب وعند هنا الاختلاف طبعا في عدد مين في عدد الاعراف طبعا الاعراف دي عباره عن الثنيات الداخليه اللي هي موجوده فين داخل ايه الميتوكوندريا طيب مهمه الاعراف ديت ايه زي ما احنا عارفين طبعا دي بتعمل على زياده مين مساحه سطح اللي هو الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا والسطح ده بيحدث عليه اللي هي تفاعلات مين الكيميائيه اللي مهمه لانتاج مين الطاقه اللي هي الاي تي بي وبالتالي هنا هو بيسالني مين اللي له القدره على انتاج اكبر قدر من الطاقه طبعا اللي عنده عدد اعراف اكتر لان كل ما يزداد معانا عدد الاعراف هيزداد معانا مين اللي هي كميه الطاقه الناتجه يبقى له اللي هو مين اللي هي رقم ب طب هنا بقول لي فسر فسر الكلام ده اقول له هنا لان الاعراف تعمل على زيادة مساحة السطح الداخلي الذي تحدث عليه أو فيه تحدث فيه التفاعلات الكيميائية التفاعلات مين الكيميائية التي يتم من خلالها إنتاج الطاقه وطبعا كلما زاد عدد الاعراف في رقم ب هيكون هيطلع لي ايه طاقه ايه طاقه اكبر وكلما زادت اعداد الاعراف كلما زادت كميه الطاقه الناتجه طبعا الطاقه دي اللي اسمها اي تي بي ادينوزين ثلاثي الفوسفات الكروموسوم هو تركيب خلوي يتكون من نوعان من البوليمرات البيولوجيه فسر ذلك طب ما احنا عارفين ان الكروموسوم عباره عن حاجتين عباره عن الدين ان وعباره عن اللي هي البروتينات طبعا الدي ان حول البروتينات اللي هي الاستونيه طب دلوقتي عندنا اول حاجه اللي هو مين اللي هو الدي ان إيه زي ما احنا عارفين طبعا هو الدي عباره عن شريطين او جزئين بيلتفوا حوالين بعضهم كل واحد منه بيكون عباره عن تسلسل طويل من النيكلوتيدات والنيكلوتيدة بتتكون من ثلاث حاجات اللي هي الفوسفات جزيء الفوسفات والسكر اللي هو الديوكسيريبوز والقواعد مين النيتروجينيه طيب معنى كده ديت عباره عن ايه الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ايه البوليمر هنا طبعا ده بسميه اللي هو الاحماض النوويه احماض نوويه عندنا الحاجه الثانيه اللي هي مين اللي هي البروتينات اللي هي الاستونيه والبروتينات زي ما احنا عارفين الوحدات بتاعتها او المونيمر بتاعها الصغير كان اسمها ايه اللي هي الاحماض مين الاحماض اللي هي الامينيه فانا عندي هنا الوحده الثانيه او الحاجه الثانيه اللي هي ايه البروتين او البروتينات يبقى عندنا دلوقتي في بوليمرات بيولوجيه اللي هي الأحماض النووية رقم واحد، والحاجة الثانية اللي هي مين؟ اللي هي البروتينات. هل من الممكن أن يتكون الغشاء البلازمي من ليبيدات اللي بسيطة؟ الليبيدات البسيطة لو احنا فاكرين كانت بتشمل تلات حاجات اللي هي الزيوت، والدهون، والشموع. هل ينفع حاجة من التلاتة ديت؟ والبروتين بدلاً من الفيسفوليبيدات. والبروتين يعني لو احنا بدلنا اللي هي الفسفوليبيدات بدلناها بليبيدات بسيطه هل ينفع الكلام ده؟ ماذا يحدث في هذه الحاله؟ طبعا هنا بقول لي هل من الممكن؟ طبعا اقول له ايه؟ لا ما ينفعش. لا طب ليه؟ اولا اللي هو الفسفوليبيدات ديت ان بتدي بتخلي اللي هو الغشاء اللي عندنا الغشاء اللي عندنا بياخد شكل معين وبالتالي هنا لما احط مكانه حاجه من الليبيدات البسيطه الشكل بتاعه هيفقده. يبقى اول حاجة هو يفقد الغشاء البلازمي الشكل الخاص به. ده اول حاجة. الحاجة التانية عندنا اللي هي الفيسوليبيدات لو احنا فاكرين. ده كان عبارة عن اللي هي حاجتين طبقتين. من اللي هي جزيئات الفسفوليبيدات وكانت سائله وكانت دي بتكون من حاجه اسمها رؤوس محبه للميه وزيوت كارهه ايه؟ للميه وبالتالي كانت بتسمح بمرور مين؟ الميه. اما دلوقتي عند اللي هي الزيوت والدهون والشموع كلها كارهه ايه؟ للميه. يبقى عندي الحاجه الثانيه اللي هتحصل هيترتب عليها اللي هي عدم دخول الميه الى داخل الخليه. هقول له لان البلاستيدات لان لان الليبيدات البسيطة كارهة للمية اما الفسفو عبارة عن رؤوس محبة للمية فتسمح بمرور الماء إلى داخل الخلية الشكل المقابل يوضح خليتين دم بيضاء أ و ب أ و ب أيهما فأيهما قد توجد في شخص مصاب بالتهاب معين يا ترى أ ولا ب فسر الإجابة بتاعتك لما أجي أبص لبيك اللي أ كده الأول اللي قدامي ده هنا عدد بيمثل لي مين؟ عدد اللي هي الليسوسومات. ما اجي ابص على رقم ب الاول كده هبص هنا في حاجه جنب الخليه من بره، طب دي بتمثل لي مين؟ عمليه اللي هي اخراج خلوي. عمليه ايه؟ اخراج خلوي. طب الاخراج الخلوي ده مين اللي هيقوم بيه؟ والله المفروض اللي يقوم بيه مين؟ اللي هي الليسوسومات. معنى كده اللي هي الاشكال اللي هي الزرقاء دي بتمثل مين؟ اللي هي الليسوسومات. عندي هنا في 1 2 3 4 بس انما هنا 1 2 3 4 5 6 7 معنى كده اللي هي رقم ب ديت اهو بتحتوي على عدد اكبر من الليسوسومات والليسوسومات زي ما احنا عارفين بتحتوي على الانزيمات الليسوسوميه اللي هي المهمه بتاعتها التخلص من اللي هي الخلايا والعضيات المسنه والمتهالكه وكمان مهاجمه مين اي حاجه غريبه بتخش جوه الجسم فعشان كده هنختار مين مين الشخص المصاب اللي هي مين رقم مين رقم ب يبقى اقول رقم ب ليه فسر الاجابه اقول له نتيجه وجود عمليه الإخراج الخلوي حيث يزداد أعداد الليسوسومات في الخلية ب، والتي تحتوي على الإنزيمات الليسوسومية، والتي تقوم بتدمير الاجسام الغريبه والميكروبات يحل السيتوبلازم محل عمل احد عضيات الخليه في القيام بوظيفته في بعض الكائنات الحيه اشرح ذلك السيتوبلازم هيقوم بمحل احد عضيات من الخليه يا ترى مين لو احنا فاكرين ان الجسم مركزي اللي هو سنتروسوم احنا قلنا موجود فين في الخلايا الحيوانيه ما عدا الخلايا العصبيه وفي بعض ايه الفطريات طب تعالوا كده نفتكر كده الخلايا النباتيه الخلايا النباتيه والطحالب ما عندهاش وكمان معظم الفطريات ما عندهاش مين ما عندهاش جسم مركزي ما عندهاش سنتروسوم امال مين اللي هيقوم مكانه والله اللي يقوم بالوظيفه بتاعته اللي هو مين اللي هي منطقه منين من السيتوبلازما هي اللي هتقوم بايه بنفس الوظيفه بتاعته يبقى عندنا نا هنقول في في خلايا النباتات والطحالب ومعظم الفطريات تقوم منطقه من السيتوبلازم بنفس وظيفه الجسم المركزي اللي أنا بسميه السنتروسوم طبعا السنتروسوم زي ما احنا عارفين بيكون مين؟ بيكون طبعا بخيوط المغزل وكمان بيساعد اللي هي بالنسبة للخلايا الحيوانية اللي بيكون إيه؟ اللي هي الأصوات والأهداف تحاط جميع جميع خلي بالي الخلايا بتراكيب تتكون من نفس نوع البوليمرات تحاط جميع الخلايا بتراكيب تتكون من نفس نوع نوع البوليمرات هل الكلام ده صح ما مدى صحه العباره مع التفسير طبعا عباره خاطئه عباره غلط خاطئه ليه احنا دلوقتي عندنا في نوع من الخلايا زي ما احنا درسنا اول حاجه عندنا اللي هي اول حاجه اللي هي الخليه النباتيه طب الخلايا النباتيه ايه اللي حواليها بتحاط زي ما احنا عارفين بجدار الخلوي جدار خلوي طيب الجدار الخلوي ده اسمه سيلولوز والسيلولوز بيتبع مين بيتبع اللي هي الألياف طبعا سلولوزية بتتبع طبعا مين اللي هي سكريات معقده وطبعا دي بتتبع مين بتتبع اللي هي كربوهيدرات الخلايا الثانيه اللي احنا خدناها اللي هي الخلايا الحيوانيه الخلايا الحيوانيه زي ما احنا عارفين المحاطه بيه اللي هو الغشاء مين الغشاء البلازمي والغشاء البلازمي بيحتوي على اول حاجه كان عندنا اللي هي اول حاجه عندنا طبقتين طيب من الفسفو رقم واحد طبقتين طيب من الفسفو ليبيدات والحاجة التانية كان عندنا فيه اللي هي بروتينات مطمورة طبعا دي موجودة بين اللي هي طبقتين اللي هي فوسفوليبيدات والحاجة التالتة كمان جزيئات منين؟ رقم تلاتة جزيئات من جزيئات من الكوليسترول طب دلوقتي الفوسفوليبيدات بتتبع مين؟ بتتبع اللي هي الليبيدات المعقدة البروتينات طبعا دي بتبدع بروتينات عندنا اللي هي الكوليسترول طبعا بتبدع مين اللي هي الليبيدات المشتقة بمعنى كده ليست من نفس ايه ليست من نفس نوع مين اللي هي ايه البوليمرات انما طبعا هنا بوليمرات مختلفة طبعا السكرات المعقدة دي بتبدأ مين الكربوهيدرات ده اللي هي موجودة فين في الخلايا النباتية اما في الخلايا الحيوانيه في عندنا ليبيدات معقده في بروتينات في ليبيدات مين مشتقه يا رب يكون فهمنا ما تنسوناش من صلاح دعواكم كان معكم مستر طارق وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته